no came amore, somos los mejores. De plase mae o male bele, sarqa shagla li bele, tarjawi w rasi ali. Kadani ya kwe la mate, kadani ya kwe la mate. من حقك أن ترفع الرأس عالية، من حقك أن تعتز، من حقك أن تفتخر. كيف لا وأنت سيد البطولة الاحترافية؟ كيف لا وأنت من خالفت كل التوقعات وتربعت على عرشها عن جدارة واستحقاق، مدونا اسمك بأحرف من ذهب وماس في سجل المتواجين بدرع البطولة ولأول مرة في تاريخ النادي. من يشاهد مدرجات ملعب طنجة الكبير ويتغص بجماهير عاشقة مساندة مؤازرة داعمة لمعشوقها الأول والأخير الاتحاد، نعم اتحاد طنجة، فريق المدينة الأول الذي فاجأ الجميع وتوج بلقب أرادته الحسنية فرفض وخطبت وده الوداد فتمنع، ونادى عليه فارس دكالة فلم يلبي النداء، وأبى إلا أن يتوجه أقصى شمال المملكة في رحلة غير مسبوقة لعروس الشمال، حيث بدل الغالي والنفيس من أجل عيونه لإدخال الفرح والسرور على مدينة تتنفس كرة القدم. الحمد لله ما غاديش نوصف لك هذه الفرحة اللي فرحانين حنا، كان علينا واحد الضغط كبير وكبير جدا في هذه الخمس مقابلات الأخيرة، الحمد لله استطعنا كيفاش نخرجوا من ديك الضغوطات بمجهودات ديال اللاعبين، بمجهودات ديال الجمهور، بمجهودات ديال المسؤولين. الحمد لله فريق اتحاد طنجة عنده لقب، وهو لقب غالي، لقب البطولة الوطنية، وكنوجه واحد الشكر كبير وكبير جدا للجماهير اللي ساندتنا صراحة، جمهور كبير وجمهور يستاهل ألقاب ماشي لقب، ألقاب صراحة. ما نقدرش نعبر على الفرحة ديالي، كان دائما الحلم ديالي أنني نتوج بلقب مع هذه المدينة هذه، الحمد لله ربي ما خيبنيش، هذا إهداء خاص الناس ديال طنجة جميع، إهداء العائلة ديالي، الوالدة ديالي، خوتي اللي دائما كانوا كيساندوني. نتمنى إن شاء الله أن هذا الفريق هذا ما يتراجعش، يبقى ديما كبير ويبحث إن شاء الله على ألقاب أخرى إن شاء الله، بحال العصبة، بحال كأس العرش إن شاء الله. شاوني كامبيوني أولي أولي أولي، كامبيوني كامبيوني أولي أولي. الفرحة الهستيرية التي عمت المدينة وقبل ذلك ملعب طنجة الكبير تنم عن تعطش كبير لعشاق الاتحاد لمنصات التتويج، تتويج لم يأتي من فراغ بل هو نتاج عمل دؤوب لكل مكونات النادي الأزرق والأبيض، بل ولكل مكونات المدينة التي امتلكها مشروع طنجة الكبرى لتكون كبرى في كل شيء، وأول الغيث لقب عز والصعصى ومنذ زمن بعيد. وحنا انا فرحانين بزاف، وهذا واحد العرس اليوم غادي يكون عندنا في مدينه طنجه، راه حقيقه ما كيتصورش. احسن حاجه تمت هو هذا اللقب، هذا هو اللي كيتماشى مع طنجه الكبرى وهاد المشاريع اللي تمت، وكيرجع لفضل جلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي عملنا هذه القريه الرياضيه وهذا الثمار ديالها بدات كتعطي اليوم. هذا هو اللي خص، هذا هو اللي حقيقه كيشجعنا وكيعطينا نزيدو نخدمو. الحمد لله هاد اللقب خدمنا على هذه 6 سنين ملي جينا اتحاد طنجه، والحمد لله جمهور اتحاد طنجه كيستحق، هاد المدينه كتستحق هاد اللقب، هذا هو تاريخي عندنا بألف لقب، لانه هو جاب واحد النوع خاص بواحد الجديه بواحد العمل بواحد التضحيه. وحنا كنحيي اللاعبين القتاليه ديالهم، الاطار التقني ديالنا طنجه وادريس مرابط وجميع اعضاء المكتب، والحمد لله التكافؤ الجهود ديال ساكنه المدينه. مدينه طنجه بالتتويج بهذا اللقب اللي هو تاريخي، حرام بان مدينه طنجه بهذا الحجم ديال الحجم الاقتصادي والجمهور وما يكونش عندنا لقب. الحمد لله حنا دابا كنفتخروا بان اللقب كنهديوه اللي هو راس المال الفارق اللي هو الجمهور اللي كيستاهل. بكل صدق وفخر انني سعيد اعيش هذه اللحظه مع أولئك الأحباب، وأننا استطعنا أن نحقق لاتحاد طنجة أول لقب. دخول نادي المتوجين بلقب البطولة الاحترافية هو إنجاز يحق للاتحاد ولطنجة أن تفخر بها، فقد جاء بعد موسم شاق وطويل بدأه فارس البوغاز ببطء، لكنه انتفض مع تولي ابن الدار ابن طنجة البار الربان دريس المرابط لقمرة القيادة، ف
فضلا عن تواجد مجموعة من اللاعبين الموهوبين الطموحين ومكتب مسير لم يترك شيئا للصدفة. وبين هذا وذاك جماهير لا تكل ولا تمل من الدعم والمؤازرة في الضراء قبل السراء. أنا سعيد جدا، أنا خصوصا في هذه الفترة يتوج الفريق في الفترة اللي أنا رئيس ديال الخلية الإعلامية، كان سنة مليئة بالمتاعب، مليئة بالاشتغال من أجل باش يوصل باش الرجال الإعلام يوجدوا داك الظروف المناسبة باش 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 يوصلوا باش يوصلوا للمتلقي يغطيوا المباريات. الكلمات كتخون يا سي عبد الله، كتخون الكلمات باش نقدر نعبر. ديربي الشمال كان الأصعب في 18 ديربي مرة بين المغرب التطواني واتحاد طنجة، ولكن الحمد لله أن فريق اتحاد طنجة ربما كما كنقولوا حنا كإعلاميين خصنا نكونوا محايدين، لكننا نهار اليوم أنت كتشوف يعني الكل فرحان، لأن صراحة ما كناش يعني نعتقدوا أن اللقب ممكن يمشي لفريق آخر غير اتحاد طنجة. أول تتويج على الصعيد الوطني فريق اتحاد طنجة يفوز بدرع البطولة الوطنية، ولكن لابد أن نؤكد بأن فريق اتحاد طنجة فاز بدرع البطولة للموسم الرياضي الحالي عن جدارة واستحقاق، لأن هذه شهور ويتصدر قائمة الترتيب الآن كما قلت على أنه تتويج اللي هو مستحق، ولكن يجب أن نشغل عادة التتويج في المستقبل. ما ضاع حق من ورائه طالب، فما بالك بطالب ملح مجتهد لا يأبه بالتحديات والصعاب. اليوم لقب البطولة، وغدا الرهان دور الأبطال، هي حكاية زمن طنجاوي آن له أن يبدأ. فهنيئا لعروس الشمال بأبنائها وهي تلبس ثوب البطل وترفع الدرع عالية كما ترفع الرأس عاليا دائما وأبدا.